كل الحديث عن أن اللقاحات ستعطى للطبقة السياسية هي مجرد أخبار على وسائل التواصل لا تستند إلى أي حقيقة. وشبه الدولة الفاسدة والمهترئة التي نعيش فيها بتعملها وبتعمل أكثر من هيك، فالشعب آخر همه. أنت فيك اليوم تضمن وتقول أنه اللقاحات لن تذهب إلى المسؤولين أولاً إنما إلى عامة الشعب الأول، قادر تضمنها؟ أنا بدي أول واحد حطلع صريح وقول إذا صارت الشيء هذا أنه عم بيصير هيك.